رجعنا لكم في الجزء الثالث من برنامجنا النهارده، الفقره الثابته معانا الشهريه اللي بيكون فيها ضيف وضيفكم وصاحب برنامج المستشار الطبي والاقتصادي للبرنامج، وهنكمل فيه موضوع التخصيص. خلينا نرحب بضيف وضيفكم الاول، دكتور هاني فرج المستشار الطبي والاقتصادي. دكتور هاني صباح الفل عليك. صباح النور، اهلا بيك يا دكتور علاء، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. مش هلاحظ حاجه في البرنامج بتاعنا ان احنا حتى الحلقه بتاعت النهارده كلها مرتبطه ببعض. الفقره الاولانيه كنا بنتكلم عن الامراض المعديه، الفقرة الثانية اتكلمنا عن الثقافة الغذائية وعلاقاتها بالأمراض المعدية ودخلنا معاها التخسيس، والفقرة الثالثة هنتكلم فيها عن التخسيس. هنكمل بقى نكمل كلامنا، لأن احنا اوريدي ابتدينا، يعني دي تعتبر الفقرة الرابعة بالنسبة لنا عن موضوع التخسيس، وتواصل المعلومات مع السادة المشاهدين ده بيدينا أريحية شوية إن احنا نرد على أسئلة كتيرة من اللي هم بيسألوها يعني. وعايز أشكرك على المستوى الشخصي لأن أنت اخترت النهاردة نتكلم عن التخسيس في كبار السن أو السمنة في كبار السن. احنا اتكلمنا دكتور علاء عن السمنه بصفه عامه وعرفنا يعني ايه سمنه، وبعد كده اتكلمنا عن السمنه عند الاطفال، وبعد كده السمنه والامراض المزمنه. تمام. النهارده في موضوع مهم جدا وهو السمنه عند كبار السن. تمام. احيانا بنغفل الموضوع ده، يعني بالنسبه لكبار السن والامهات والاباء اللي موجودين في البيت اللي هم بيتخطوا سن المعاش وحركتهم بتقل، ما بنبقاش ملاحظين قوي موضوع زياده الوزن بالنسبه لهم وبنعتبر ان ده شيء طبيعي. بس خلينا نرجع لكبار السن، ولو بصينا هنلاقي زمان العرب قديما كانوا بيتكلموا عن الانسان بصفه عامه بالنسبه لتطور مراحل سنه، يعني فكان دايما يقولوا السن العشرين هو سن يسر الناظرين. تمام. سن الثلاثين يقول لك وراحه للمعانقين نظرا لان القوى الجسمانيه بتبقى قويه. سن الاربعين والخمسين بيبقى فيه سمنه ودهن ولين. ما بعد الخمسين يقول لك تربية البنات والبنين، ما بعد الستين فليتفرغ للدين، يعني العرب قسموا التقسيمة دي. تمام. التقسيمة دي بتخلينا نبص ان من زمان وشكل جسم الانسان وتحوله على فترات عمره المختلفة لازم الانسان ياخد باله من نفسه. تمام. يعني على سبيل المثال في دراسة عملت في 2005 في المملكة المتحدة، لقوا ان متوسط الاعمار ارتفع بالنسبة للرجال متوسط ل 77 سنة، وبالنسبة للسيدات 81 سنة. طبعا ده في المملكة المتحدة، وده طبعا دول الشرق الأوسط لازم الستات تبقى أكبر من الرجالة. ودول الشرق الأوسط تقريبا فيها نفس المعدلات يعني. بس في التوقيت ده كان عدد اللي فوق سن ال 80 سنة كان عددهم تقريبا حوالي 18 مليون نسمة. تمام. التوقع في 2030 ان عدد السكان في المملكه المتحده اللي سنهم هيتخطى ال 80 سنه ان شاء الله متوقع ان هو يوصل ل 30 مليون نسمه. ده بياخدنا لايه؟ بياخدنا ان احنا لازم نبقى واخدين بالنا جدا ان مع التقدم في العمر او التقدم في السن، انا ما بحبش اسميها شيخوخه ولكن هو يعني الشباب شباب القلب زي ما بيقولوا يعني طبعا. ولكن احنا بنسمي الموضوع دوت هو التقدم في السن بيصحبه بعض الحاجات اللي بتسبب زياده الوزن. بص انت قلت حاجة العرب قالوها وانا رحت كاتبها عندي، بعد سن الستين التفرغ للدين. طيب خلي بالك، ما هو انت لما تيجي تتفرغ بالدين سواء كان ديانة مسيحية او ديانة اسلامية، تعالى المفروض انك بتروح الجامع بتاعك الفروض الخمس الفجر كده، كل ده فيها حركة رياضة، فيها حركة خلي بالك. بس خلينا نقول دكتور، هو الموضوع هو في اربع اسباب رئيسيه لموضوع زياده الوزن عند التقدم في السن. يعني تمام. يعني السبب الاول كتله العضلات وكثافتها، يعني بعد السن منتصف الثلاثينات بمعدل كل 10 سنين بتقل من 3 ل 8%. كل 10 سنين بتقل من 3 ل 8%. طب لما بتقل كتله العضلات بالشكل ده ايه اللي بيحصل؟ الانسان الانتاج بتاعه او الكربوهيدرات اللي بياخدها او السعرات الحراريه اللي هو بياخدها اللي بيحصل انها بتبقى ازيد من احتياجه، وبالتالي بتتخزن في صور الدهون، فده أول سبب يخلي الوزن يزيد. تمام. طب السبب الثاني سبب هرموني، بنلاقي إن السيدات بعد سن ال 45 وال 50 بيبتدي الاستروجين هرمون الأنوثة بيبتدي يقل. طبعا. بيقل بنسب ملحوظة، وبالتالي إيه اللي بيحصل؟ هرمون الاستروجين ده من الهرمونات اللي بتحافظ على أو بتحد من زيادة ترسب الدهون في منطقة البطن. هي. فلما بيقل الدهون في منطقة البطن بتزيد. تمام. نيجي على الرجال، بالنسبة للرجال هتلاقي إن بداية من منتصف الثلاثينات كده بمعدل كل سنة بيقل هرمون التستوستيرون من 1 ل 2%. وبالتالي كتلة العضلات هتقل بشكل متناسب مع هذه أو هذا النزول يعني. ده بيفسر ليه السمنة بتزيد في السن الكبير. فدي يبقى ده العامل الهرموني. تمام. بالنسبة للرجال وبالنسبة للسيدات. تمام. طيب هنيجي للعامل الثالث، هو معدلات الحرق في الجسم بشكل طبيعي بعد تخطي سن الأربعين بتقل تدريجيا.
طب ايه العامل الرابع؟ العامل الرابع احنا بنتكلم على ان الحركه بتقل، زي ما حضرتك تفضلت وقلت الحركه بتقل ومعدلات ممارسه الرياضه بتقل وبالتالي الوزن بيزيد. يبقى احنا كده عندنا اربع اسباب رئيسيه هي اللي بتؤدي لزياده الوزن بالنسبه لكبار السن. تمام. طب احنا نتعامل ازاي بقى ككبار السن في موضوع زياده الوزن؟ رقم واحد التنظيم الغذائي بالنسبه لنا. التنظيم الغذائي، واحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن اهميه شرب الميه، واتكلمنا عن ومن شويه كانت الدكتوره بتكلم حضرتك عن الثقافه الغذائيه. انا عايز الفتره اللي جايه دي يبقى كل يعني الرساله بتاعتنا اللي هي الثقافه الغذائيه. تمام. يعني حلقه الدكتوره ياسمين عبد الحميد اللي كانت قبلي مباشره كان بيتكلم حضرتك عن الميه واهميتها، فطبعا شرب الميه بكميات كبيره على الاقل زي ما هي ذكرت 3 لتر يوميا ده في منتهى الاهميه. طب هنيجي نتكلم في حاجه ثانيه، تنظيم الغذاء زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالنسبه لهذا السن. الوضع الطبيعي الاهتمام بالفاكهه والخضروات وتقليل النشويات والدهون، ده وضع طبيعي في هذا السن. احيانا احنا بنبص على ان السن اللي هو فوق ال 50 او 60 طالما ممتلئ شويه فهو جسم صحي. تمام. لا، هو مش جسم صحي، هو احنا مشكلتنا الحقيقيه ان معدلات السعرات الحراريه اللي داخله عن طريق الاكل اعلى من احتياج الجسم، وبالتالي عشان ما فيش رياضه وما فيش حركه. ما هو انت كده قلت معدلات السعرات الحراريه بتقلي، يبقى لازم اربطها بالرياضه. لا، هي بتزيد اللي داخل الجسم، ولكن هي الاستفاده بتبقى بكميه قليله منها، الباقي متخزن عشان يعني من ضمن الحاجات اللي لازم علشان ازود الحرق هي الرياضه. جميل. ورياضه بالمناسبه هنا مش شرط انك تروح جيم يعني. طبعا وانت لما تروح بتحافظ على الصلوات الخمسه او بتاع وبتروح الكنيسه ده كله ده بيحرق. الرياضات اللي هي السويدي التمرينات السويدي الطبيعيه اللي بتتعمل في البيت. بس هو في حاجه مهمه، احنا لو بصينا على موضوع زياده الوزن، هو معاه كونكومتنت ديزيز او معاه امراض مصاحبه. طبعا احنا اتفقنا ان السمنه هي المحور او هي الحلقه اللي بتربط كل امراض بعضيها. انت تروح لاي تخصص يقول لك لازم تخس. بالظبط كده. احنا عندنا التقدم في العمر، زياده في الوزن، ضغط، سكر، هشاشه عظام، اتصالب شرايين، الامراض اللي هي بنسميها الامراض المزمنه اللي اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. فده مصاحب للسمنه، وبالتالي ده هياخدنا ل ان احيانا بيبقى الحماس عند بعض كبار السن ان هم يبتدوا يعملوا رجيم قاسي شويه، يعني يبتدي يعني يمنع الكربوهيدرات خالص زي رجيم الكيتو اللي اتكلمنا عليه، او يقلل خالص من الدهون تماما في الاكل. بص، انا من مدرسه مش الامتناع، هي التنظيم. تنظيم يعني الاعتدال. يعني الاعتدال، يعني انا مش مدرسه ايه ما تاكلش ده وتاكل ده، لا، كل ولكن بكميات قليله وعلى فترات قريبه. بالظبط. لو حضرتك لاحظت ايه، وكلوا واشربوا وخذوا زينتكم عند كل مسجد. تمام. احنا ان كل مسجد احنا بنصلي 5 مرات في اليوم. تمام. وبالتالي العلماء حتى حديثا دون الرجوع لهذه الايه الكريمه بيتكلموا في 5 وجبات. صحيح. الدليل موجود عندنا في القران الكريم، هو ان انت دلوقتي 5 وجبات على مدار اليوم متقسمه، وكلوا واشربوا وخذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني 5 مرات في اليوم اللي هو مع ال5 صلوات، ده الترتيب الطبيعي واللي المراكز البحثيه العالميه وصلت له النهارده. احنا موجود عندنا من 1400 سنه ولكن لا ننتبه ليه. الحاجة الثانية بعد تنظيم الأكل وشرب مية بكميات كبيرة، هنيجي لموضوع الرياضة اللي حضرتك ذكرته. تمام. الرياضة في هذا السن أو السن المتقدم عليها محاذير كتير. بس أنا عبد قبل ما أروح الرياضة حضرتك قلت معلومة مهمة جدا، وهي إن الأمراض المزمنة بتزيد مع كبار السن. هو ده الوضع الطبيعي مع التقدم في السن، ده بيزيد. والرياضة والسمنة بتزيد مع كبار السن، وأعتقد إن في علاقة وطيدة أو علاقة طردية ما بين زيادة الوزن وزيادة الأمراض المزمنة. طبعا. بمعنى آخر، النهاردة إن حضرتك لو ظبطت وزنك أو أنت تلاشيت إنك تخش في مرحلة السمنة، أعتقد الأمراض دي كلها ممكن تقل عندك. طيب إحنا هنتكلم إن دي فيش سيركل أو إن هي دايرة أو حلقة مفرغة، يعني مين اللي جه الأول؟ هل يا ترى المرض اللي جه الأول أم السمنة اللي جت الأول؟ ولكن هما الاتنين قد يؤدوا لبعض، يعني لو واحد وزنه زائد عن الحد أو عنده سمنة مفرطة عرضة جدا للضغط وعرضة جدا للسكر. تمام. لو مريض سكر من التايب 2 او من النوع الثاني، وضع طبيعي ان هو لو ان كنترولد او غير متحكم في السكر بتاعه او ما بياخدش علاج، وضع طبيعي ان تخزين الكربوهيدرات والدهون في الجسم هيبقى بمعدلات عاليه، وبالتالي وزنه هيزيد. حضرتك كنت بتتكلم عن كبار السن وممارسه الرياضه. ممارسه الرياضه دي في منتهى الاهميه. ليه بقى؟ لان هي فيها محاذير شويه. طبعا كثافه العظم وبعض السيدات تحديدا بيعانوا من هشاشه عظام في السن المتقدم. فانا عشان امارس الرياضه النهارده لازم ارجع لمتخصص، يا اما اسال دكتور علاج طبيعي يوجهني، يا اما اسال لي مدرب في جيم او في مكان متخصص ايه المناسب لسني. تمام. لان انا بافاجئ بان بعض كبار السن بيمارسوا رياضات بالنسبه لهم تعتبر رياضات عنيفه.
تمام. وتأثيرها على المفاصل وعلى الأربطة يعني تأثيرها بقى تأثير عكس ما احنا عايزين. تمام. يعني وارد قوي ان هو مع ممارسة رياضة عنيفة ان هو الموضوع يتفاقم معاه بدل ما بيعاني من التهاب مفاصل يخش في تآكل بقى يخش في مشكلة كبيرة. أي. فبالتالي ممارسة الرياضة بالنسبة لكبار السن لابد من مراجعة متخصص. فيها محاذير مش من نفسي. تمام. لأن أحيانا زي ما قلت لحضرتك في البداية ان الحماس بياخد اي حد كبير في السن وهو ممكن يعمل حركات مفاجئه ودي بتبقى فيها مشكله كبيره. في علاج في طرق علاج حديثه في السمنه في كبار السن. طيب النقطه دي مهمه ليه بقى؟ لان سواء احنا مع الاسف قدامنا دي فاحنا يعني طيب احنا لو حبينا نتكلم على الطرق الحديثه زي عمليات التكميم، عمليات الكافيتيشن، العمليات اللي هي بالون المعده، الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها سابقا، لو اتكلمنا على العمليات دي ما ينطبق على الشاب ينطبق على كبير السن. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بعد ما يعمل تحاليله وبعد ما يشوف هل يا ترى العمليه مناسبه بالنسبه له، يعمل تحاليل الاشعه المطلوبه ويعمل السونار المطلوب، تيجي نشوف هل العمليه مناسبه او غير مناسبه. تمام. نفس المحاذير اللي بيتم اتباعها بالنسبه لسن الشباب يتم اتباعها بالنسبه لكبار السن. أيه. طب هل يا ترى مخاطرها النهارده كبيره؟ لا، هو بالتجربه وبالعمليات العديده اللي اتعملت في اكثر من دوله وجد ان هي لا مخاطرها مش يعني نفس معدل المخاطر بالنسبه للشباب هو لكبار السن، ولكن مش كل حد يصلح له نفس العمليه. الوقت خلص، ولكن المعلومات اللي اتقالت في الفقره الثالثه اعتقد معلومات تهم كل اب وكل ام وكل جد وكل جده، وده الهدف الاساسي من برنامجنا النهارده. خلينا افكركم ان احنا دايما كنا بنتكلم على مثلث الصحه، نتكلم فيه عن غذاء صح، نتكلم فيه عن رياضه، العلاج يجي في المرتبه الثالثه، وكل ده مرتبط بحاله نفسيه. احنا النهارده كنا بنناقش الجزء الاولاني اللي هو الغذاء، واتكلمنا في الجزء الثاني عن السمنه وعلاقتها بالغذاء. وخليني بالنيابه عنكم اشكر ضيف وضيفكم النهارده دكتور هاني فرجه مستشار الطب الاقتصادي للبرنامج. دكتور هاني عايز اشكرك. العفو، اهلا وسهلا. ان شاء الله الحلقه بتاعتنا النهارده خلصت بسرعه لان فقراتنا كتير. ان شاء الله موعدي معاكم الاسبوع الجاي قبل ساعه من دلوقتي واحد حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. اشوفكم على خير.